اهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنبدا مع بعض مناقشه قضيه الترامادول في مصر بعد ما شفنا التحقيق مع بعض. واسمحوا لي ان نبدا بالدكتور ايهاب الخراط. حضرتك كسياسي مش طبيب بس، هل هناك علاقه ما بين حاله الاحباط او ظاهره البطاله او المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه اللي بتعيشها المجتمعات وبين تزايد نسبه الادمان او التعاطي الترامادول في الفتره دي اللي زادت جدا في السنين اللي فاتت؟ شوف حضرتك، هو ظواهر المخدرات موجوده في كل الدول، الدول المتقدمه، الدول المتقدمه صناعيا واللي عندها رخاء الى اخره، ومفيش دراسات بتقول على وجه التحديد ان الفئات الاغنى او الفئات الافقر ممكن تكون اكتر. اخر دراسه طلعت في مصر بتقول انه العدد المدمنين الذين تم رصدهم يعني موجودين اكتر في الطبقات الفقيره، عكس ما كان بيبقى مشاع انه دول اللي هم مرفهين وعندهم فلوس زياده الى اخره. انما الواقع برضو دراسه تانية مهمه بتقول انه 30% من محاولات تنميه الفئات الاكثر فقرا عن طريق القروض الصغرى الى اخره بتفشل نتيجه وجود متعاطي مخدرات في البيت. 30% من الدراسات من محاولات التنميه بتفشل. كمان احنا شفنا ورصدنا ان كتير من ما يسموا البلطجيه سياسيا هم من متعاطين المخدرات، وساعات بياخدوا حقهم مخدرات بدل ما ياخدوه فلوس، يعني سواء حشيش يعني يطلع في عمليه بلطجه مثلا وياخد حقه مخدرات. ادي شويه حشيش ولا شويه ترامادول ولو هيروين والى اخره. وانا مدير كمان مراكز تاهيل مدمنين كبيره جدا وعدد كبير جدا، والفتره الاخيره شفنا كتير بلطجي، يعني بيقول لي انا بلطجي وشغلتي بلطجي وهكذا وبتعالج دلوقتي، واكيد الدكتور تامر يعني شافوا الحكايه دي. فالارتباط ما بين ظاهره البلطجه السياسيه وظاهره والمخدرات، لكن هل هو اصلا كان بلطجي فبقى بياخد مخدرات، ولا هو بياخد مخدرات فبقى بلطجي علشان يعمل يعني يلاقي الفلوس اللي يدفع بيها المساله دي؟ دي مساله طويله. لكن هناك طبعا ارتباط عالمي ما بين بعض المهن وبعض المخدرات، يعني الادويه المخدره اللي موجوده في عند الاطباء زي المورفين والالفا كامفين والبيتادين هتلاقيها مع الممرضين والاطباء، هتلاقي الكحول عند الصحفيين اكتر، ادمان الكحول عند الصحفيين اكتر، لانه حفلات والدبلوماسيين والناس اللي بتشتغل في البارات الى اخره. هتلاقي بقى في الطبقات الشعبيه الترامادول، الفاركينول اللي هو اسمه الصراصير، اللي هي انواع المخدرات الارخص، واخد بالك؟ حسب المستوى الاجتماعي بالظبط. فالمستوى الاجتماعي بيحدد نوع المخدر اكتر ما بيحدد اذا كان الشخص ده هيبقى مدمن ولا لا. يعني دي بعض الملامح. ايه الدافع؟ ايه الاسباب اللي جت في الدراسات او في الابحاث اللي تخلي حد يقبل على انه يجرب او ياخد مخدر زي الترامادول او غيره؟ يعني معظم الناس اللي اتسالوا في تعاطي المخدرات، معظم الدراسات قالوا سببين. اول سبب الحب التجربه والمغامره وتجربه شيء جديد. تاني سبب اللي هو ما يسمى ضغط الاقران، يعني واحد صاحبي عرض عليا فكسفت فقلت اجرب فمره. دول اكبر سببين. بعد كده في اسباب اخرى كتير، اللي بيقول لك انا حبيت احسن مذاكرتي، حبيت احسن قدرتي الجنسيه، يعني كنا ابتدينا بحاجات خفيفه وبعدين تقلنا وهكذا، يعني في عدد كبير من الاسباب. في دراسات كتير اتعملت نفسيه تقول لك يعني مثلا الشخصيه اللي هي انطوائيه او ضعيفه، هذه الدراسات بالمتابعه لم تثبت. ناس بتقول لك ده المكتئبين او الذين لا يتحققوا، او في كانت هوجه اسمها غياب الاب او الاسر المفككه الى اخره، هذا لم يثبت. يعني لم يثبت ان الاسر اللي فيها طلاق او الاب مش موجود او مغترب او كده النسبه اعلى فيها، هذا لم يثبت اطلاقا في اي دراسه يعني جاده. انما حب التجربه والمغامره وفي الاسره ثبت حاجتين: وجود عنف اسري، يعني الاب بيضرب الام مثلا او بيضرب الاولاد، وتعاطي مخدرات داخل الاسره.
دول ثبتوا اكيد، دول ثبتوا لكن لما يكون الاب قاسي او عنيف مع زوجته واولاده وزوجته بالتحديد بتخلي الابن دايما او البنت عايز يهرب من الواقع ده، بيبقى في فرصه لتعاطي المخدرات او حد بيتعاطى في الاسره. اما بقى الدراسات اللي بتقول لك مثلا ان هناك في بعض الدراسات قالت ان في لو الابن تعرض لصدمه نفسيه او او تعرض لضرب او الى اخره، لكن الدراسات دي بتقول انه معظم دول بياخدوه فتره وبعدين بيعدوا، لكن الثابت هم الحاجتين اللي انا قلت لك. طبعا بقى في نظريات كتير ودراسات كتير اضعف في المساله دي، يعني اتعملت دراسه صغيره ودراسه ثانيه عكسها الى اخره. طب دكتور هشام، في المركز القومي للسموم اكيد بتجيلكوا حالات تسمم بين شباب او بسبب الترامادول بالتحديد. تأثير ده على الشخص ايه؟ يعني بيبقى شكله ازاي وايه اللي بيحصل لصحته وايه اللي بيحصل لجسمه ومزاجه ونفسيته وكل حاجه؟ وهل الحالات زادت الفتره اللي فاتت اللي بتجيلكم؟ طيب كويس قوي السؤال، جميل جدا ان احنا نعرف معدلات الزياده والشكل بتاعها. لكن في البدايه احب اقول كلمه مهمه جدا جدا، ان احنا يجب ان نفرق في الحلقه ما بين المخدرات والترامادول. تمام. يعني انا ما اقدرش اخلط بين الاثنين، بتكلم على المخدرات زي ما اتكلم الدكتور ايهاب وقال ان دي لها طبقه معينه بلطجيه، الناس دول المخدرات دي بتدي مزاج، بتدي احساس بنشوه، شعور مختلف. لكن الترامادول ده ممكن بنلاقيه في وسط الناس المثقفه، الناس المتعلمه، الناس اللي هي فاهمه كويس جدا. لان الترامادول ليس هو بيندرج تحت قائمه المخدرات، هو لكن هو بيعتبر نوع انواع المسكنات للألم المركزية اللي تأثير شبه الكودين، لكن هو مش مخدر ده. بالعكس أنا باخد الترامادول، الترامادول يعني يمكن اتظلم في جزئية ان هو دخل مع المخدرات، لان جزء من العمل بتاعه انه بيأثر على مستقبلات المورفين اللي موجودة في الجسم، زي الناس بتعطى المورفين والهيروين والأفيون والكلام ده. لكن هو ليه تأثير تاني، ده هو ليه تأثير كيميائي داخل الجسم بيزود افراز حاجه اللي هو هرمون اسمه السيروتونين، ده اللي بيتقال عليه هرمون السعاده. بيزود النور ابنفرين اللي هو بيزود النشاط والاندفاع. فدي كلها يعني الاقي اللي بيتعاطى المخدرات بياخد المخدرات يبقى عنده مل النوم، كسلان، قاعد في مكانه. لكن انا باخد الترامادول بالعكس، انا بقى نفسي عنده قدره على تحمل الالم، قدره على النشاط، بشتغل اكتر. فده دفع ناس كتيره جدا. ده في البدايه، في البداية. ما أنا عايز أقولك على حاجة، أنا لو جيت قلت عيوب الترامادول يبقى أنا بخدع الناس اللي بتسمعني. لا، الترامادول دون لازم نعرف إذا كان هو ليه فوائد وعيوبه. تمام. عشان لأن أنا مش ممكن أقول إن دون كله عيوب يبقى الناس هتقول أنا مش صادق، لأن الناس بياخدوه في الأول زي ما حضرتك بتقول. هو في الأساس معمول كدواء. بالظبط، يعني الناس خدته في الأول زي ما حضرتك بتقول في البداية عندهم كل الشعور اللي إحنا بنتكلم عليه، لكن ما يعقبه إيه بقى؟ هي إيه النقطة الخطيرة. يعني احنا لو حبينا نحط الترامادول او نناقشه من قصه الترامادول بين الفائده والضرر، ما له وما عليه. يعني لو جينا شفنا الترامادول مثلا، الترامادول دون بيعمل، لو جينا نقول بيقلل ردود الافعال العصبيه، دي بتدي اطاله مثلا في الفتره الجنسيه. دي ميزه الناس بتستفيد بيها، بياخده بيقول انا بحس بسعاده ونشوه وكلام ده. لكن ده في المقابل دون تقليل ردود الافعال ده يخلي الانسان ممكن يعمل حادثه لو هو سايق عربيه، لو هو بيتعامل مع الناس ردود افعاله بطيئه ومختلفه ومش طبيعيه ومش مظبوطه، لو بيعدي شارع ممكن عربيه تخبطه، ممكن يعمل له 100,000 مشكله. ده هو احنا لسه ما اثرش على الجسم، ده احنا بنتكلم في الجزء البسيط العادي. لو جينا قلنا الترامادول بناخده، اللي يقول انا باخده مسكن للالم وبقدر اشتغل، انا راجل بشتغل ساعات فباخده عشان اشتغل وامشي واروح واسوق والكلام ده، بيديله الاحساس ده وبيريحه، لكن في نفس الوقت بيأثر على خلايا المخ، يأثر على خلايا المخ، بيقلل الذاكرة، ضعف في الذاكرة، وفي بعض الاحيان بيؤدي لفقدان مؤقت للذاكرة. فانا بص الاقي انا اخدته علشان اشتغل ومفيش مخ، كل شغل يبقى بايظ. طبعا فده برضو هنا علشان الناس تبقى فاهمة، هو بيعمل حاجة لكن قصادها حاجة تانية بيبوظها. فنبص نلاقي الناس بتاخد عشان تستفيد منه في بعض الحاجات، لكن ايه التلف اللي بينتج عنه؟ حضرتك سألتني على اللي بيجوا عندنا في المركز القومي للسموم. بيجي في حالة تسمم حاد، تسمم حاد يعني اقول لك مثال، مثلا شاب بيتجوز وبيشطب شقته، وقعد 3-4 ايام شغال في الشقة، فاصحابه خد حبيتين ثلاثة بيسهر ويشتغل، لكن وصل للجرعة المسممة. بيجي في شكل ايه بقى اللي حضرتك بتقصده، مش كده برضو؟ بالظبط. بنبص نلاقي جاي اولا نمرة واحد فقدان في الوعي،
نمره 2 فقدان في التركيز، مفيش تركيز حتى لو كان الوعي لسه ما راحش، مفيش تركيز، مش عارف يقول حاجه. التاثير بقى على الجهاز التنفسي، ودي اخطر حته فيه، تاثير على الجهاز التنفسي، نلاقي هبوط في الجهاز التنفسي يصل لتوقف التنفس، وممكن يصل لفشل حد في الكلى. فده لو ما لحقوهوش في المسافه علشان يوصل، في الحاله دي ممكن بيحصل وفاه، يموت. ودي طبعا لانه بيوقف التنفس، ودي اخطر حاجه. ما كانش يروح لمكان برضو مجهز وعنده تجهيز لمقابله حاله زي دي علشان يعالجها ويحطه على جهاز تنفس صناعي، برضو ممكن يتوفى لو راح من مكان لمكان. فدي خطيره جدا جدا. يعني الناس مش متداركه، وبياخده علشان نشاط زائف والكلام دون، لكن الاخطار بتاعته بعد كده بتصل زي ما بقول لك، فشل حد في وظائف الكلى، وقفه في التنفس، كل الحاجات دي قد تؤدي الى الوفاه. طب هل زادت المعدلات الفتره ده؟ هي دي بقى النقطه المهمه جدا. يعني كنت بتكلم لسه في الموضوع دون، الاحصائيات بتاعتنا يمكن زادت بنسبه لو قلت اكتر من 60-70% من سنه لسنه، كل سنه 60%. يعني انا بحسبها بعدد المرضى المترددين بالظبط. طبعا عندنا الاحصائيات شهريه، لا في يعني احنا عندنا كان التسمم الدوائي اكبر جزء من الحالات اللي بتجيلنا، كان ممكن تسمم بادويه زي ادويه الصرع والحاجات. دلوقتي الترامادول ده على قائمه الحالات التسمم ومتكرر للاسف الشديد. يعني الناس اللي بتتعاطى الترامادول بيجي لهم تسمم متكرر لسبب بسيط، ليه هو ولا يدري، وقد يكون بياخد الجرعه العاديه. لان هذا الترامادول ده فيه مشكله ان هو بيمثل في الجسم عن طريق الكبد، والتمثيل بتاعه بيطلع 5 مركبات، منهم واحد فيه نشاط اعلى من الترامادول بحوالي 200 مره. فده خطير جدا، لان الكبد هنا بيختلف التأثير بتاعه حسب نشاط الكبد بتاع الشخص، فبياخدوا جزء منه بيتخزن يتراكم يوصل للجرعة المسممة، وهو بياخد الجرعة العادية. التراكم يعني انا ممكن اخد الجرعة المسممة 400 ملي جرام، ممكن يكون بياخد 150 ملي جرام ويجي لنا في حالة تسمم حد. ممكن المرة اللي بعدها بياخد 100 ملي جرام ويجي في تسمم حد، ليه؟ لان في الحالة دي بدأت وظائف الجسم تختل، فقدرته على التسمم بقت اسرع. ودي الخطورة في الترامادول ده لو جاء اساسا، لو لحقوا. وهي دي المشكلة بقى. على فكرة حكاية معمول كدواء الهيروين عملوه في 1850 على دواء للزكام، والكوكايين كان بيتحط في ازاز الكوكاكولا لحد 1938. يعني حكاية معمول كدواء دي بداياته كله دواء. سيادة العميد، يعني ليه او يعني شايفين في وزارة الداخلية ليه بقت مسألة الحصول على الترامادول سهلة او في مصر، وخصوصا ان احنا عارفين انه كميات كتيرة جدا بتضبط، وعندنا مشاهد لحملات كتيرة جدا في سواء في الجمارك او في اي مكان لضبط الترامادول والمخدرات الاخرى، لكن الشائع عن الترامادول ان هو سهل التداول وسهل الحصول عليه، ليه؟ طيب خليني في البداية أهني حضرتك والسادة الضيوف الكرام والأمة الإسلامية كلها بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. لازم نقر إن في مشكلة موجودة، وهي مشكلة الإقبال على تعاطي الترامادول بمشتقاته. النقطة الثانية، أنا هاخد من كلام إيهاب الخراط وكلام الدكتور هشام عطية وهبنا عليه. أولا الترامادول ما تظلمش زي ما الدكتور هشام قال. الترامادول مشكلة خطيرة وقائمة وموجودة في الشارع، وبتجابة بجدية من خلال الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية أو الأجهزة المعنية بالمكافحة بصفة عامة على مستوى الدولة. لكن خلينا أشرح لحضرتك المشكلة في عجالة بسيطة. المشكلة بدأت في مصر محلية، تسريب من شركات الأدوية أو الشركة المصرية لتوزيع الأدوية أو بعض الصيدليات، وإن كان كل الصيدليات في مصر وهم كسر ونقلع قبعة عليهم، ناس محترمين جدا وثوبهم ابيض ناصع البياض، لكن هناك بعض البثور البسيطه اللي موجوده على هذا الثوب زي اي شريحه في المجتمع. طبعا الترامادول بدا من خلال مشكله محليه جوه مصر. هذه المشكله كان من خلال التسريبات اللي موجوده زي ما قلت لحضرتك، بدا ينمو في السوق، جابهناها في مجال المكافحه. تنزل مع التفتيش الصيدلي، تخش على الصيدليات، بتظبط حضرتك اذا كان هناك في اساءه ترويج العقاقير المخدره او المؤثره على الحاله النفسيه، بدل ما يبيع للمريض الغلبان اللي عنده كانسر او مرض مزمن عشان يسكن الامه، ياخده طمعا في الربح ويبيع للانسان المدمن، يدمر شبابنا ويبهدل البلد. طيب اشتغلنا، طب انا عشان اشتغل مش محتاج تشريع يحكم هذا الامر؟ طبعا مش المفروض يبقى في تشريع يبقى حاكم
كرقابه قانونيه حاكمه لهذا الامر؟ طبعا. طب حضرتك احنا بنشتغل بقانون 127 لسنه 55 هذا القانون الموتور، ولسان وزاره الداخليه ان صح التعبير طلع في شوك عشان هذا القانون يتعدل. يعني لساننا مع احترامي طلع في شوك علشان هذا القانون يتعدل. 55 يا مجد بيه ما كانش فيه ترامادول في مصر ولا كان هذه المشكله قائمه. يعني ايه اشتغل بقانون سنه 55 ماده 83 الفصل السادس فيه كل من يخالف احكام هذا القانون غرامه من 2 جنيه ل 10 جنيه. يعني ايه هذا الكلام؟ هذا الكلام طبعا كلام خطير جدا. ده كلام خطير جدا. عشان نتكلم بامانه ونرتقي بحوارنا فعلا لمستوى الساده المشاهدين ونقنع الناس بالمشكله وايه الحل اللي ممكن يقترح علشان نقدر نعالج المشكله دي في بسرعه كبيره جدا، لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. في سقطه تشريعيه قانونيه موجوده حاكمه لكل مزاوله مهنه الصيدله بالكامل وهي القانون 127 لـ 55. وانا بهيب من خلال برنامج سيادتك بنقابه الصيادله والمعنيين بطرح مشروع محترم. الصوره انا بنتهز الفرصه ان الدكتور ايهاب موجود. طبعا المعنيين بمشكلة العقاقير المخدرة في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة يطرح مشروع قانون محترم معانا على أساس الضبطيات بتاعت وزارة الداخلية. لا يا فندم جزء كراتين. أنا هقول لهذاك الأرقام أصلاً. أنا هقول لهذاك الأرقام وهقول لهذاك حقيقة والمشكلة فين بالضبط. هذا القانون، هذا مشروع قانون لازم يطرح، لازم يحط يوضع مشروع قانون لمزاولة مهنة الصيدلة ويطرح الحكومة ويدخل مجلس الشورى باعتباره القائم على التشريع الآن في مصر لحل هذه المشكلة علشان قانون يجابه هذه المشكلة بشكل أو بآخر. النقطة الأهم إن احنا حضرتك بدأت القصة تتحول من المحلية إلى الجلب من خارج البلاد عقاقير تانية موجودة في إحدى دول الشرق الأقصى وبيجينا عن طريق الحاويات. الإشكالية احنا كمكافحة ما عندناش مشكلة في المكافحة. الصين يعني مش لازم يبقاش ذكر دول، لكن هي في الشرق الأقصى واخد بال حضرتك وبتيجي في حاويات. حضرتك المستورد المصري بيجيب اي سلعه مشروعه يجيبها من هذه الدوله، تلت الحاويه يبقى موجود فيه سلعه مشروعه والتلتين بيبقى ترامادول. بينزل عندنا على فين؟ على الموانئ، من دمياط، من بورسعيد، من العين السخنه، من الدخيله، من اسكندريه. ما ضبط حتى الان بجهود وزاره الداخليه واجهزه المكافحه كجمارك وامن الموانئ معانا في الكلام ده 430 مليون. 430 مليون قرص جاي لنا من بره في سنه، خلال سنه 2012 2012 في الموانئ اللي انا قلت حضرتك عليه. الله، ايه الاشكاليه في 430 مليون قرص؟ امال اللي دخل قد ايه؟ الاداره ظبطت منهم قد ايه؟ الاداره بس ظبطت منهم قد ايه؟ 341 مليون. 341 مليون دار العامه لمكافحه المخدرات ظبطت من هذه العقاقير المخدره. النقطه اللي حاكمه في هذا الموضوع ايه؟ لما اللجنة الثلاثية استشعرت بخطر الترامادول، اللجنة دي بتعقد عندنا في الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بيحضرها اللي هو طارق إسماعيل مدير الإدارة ومساعد الوزير للتشريع في وزارة العدل سيادة المستشار عمر الشريف ومندوب عن الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة وزارة الصحة. بتعقد شهرين، هناك مشكلة ظهرت في الشارع وهي الترامادول. كان موجود المادة الترامادول هيدروكلوريد بتصنع منها كل مشتقات هذا العقار موجودة على جدول ثلاثة مخدرات. يعني اللي كان بيتظبط فيها الاول كان بيتعاقب بالحبس من سنه لخمسه والفين جنيه لخمسه الاف جنيه غرامه وفقا للماده 44 قانون المخدرات. رؤي ان لازم يعدل هذا الادراج على جدول المخدرات ويوضع الترامادول على جدول اول. واللجنه الثلاثيه رفعت مذكره لوزير الصحه واخد بال حضرتك الاستاذ الدكتور فؤاد النووي في ذلك الوقت واصدر قراره بوضعه على جدول اول المخدرات واصبح يعاقب الترامادول او ماده الترامادول هيدروكلورايد اللي هي بتصنع منها هذا العقار زيه زي اي مخدر موجود في مصر. اذا جلب ياخد اعدامه من 100,000 ل 500,000. الناس ما بتاخدش اعدام ليه؟ الناس ما بتاخدش احكام ليه؟ ال 430 مليون اللي اتظبطوا على مستوى الجمهوريه دول ما حدش خد فيهم احكام ليه؟ ليه؟ لان هناك خلل في الدوره المستنديه اللي موجوده في داخل الجمارك. حضرتك تيجي بمعلومه ان في حاويه جايه من الدوله دي موجوده في مينا من المواني، ويا ريت يا هاب تكون معايا في الكلام ده. كلام خطير جدا. انا بقول ده كلام خطير جدا العرض وبقول لحضرتك يعني 430 مليون قرص ممسوكين ده غير اللي دخل بقى اضعاف اضعاف ده عادة اللي بيدخل 10 مرات دايما يعني بالنسبه ما تعرف عليها ان اللي بيضبط 10% هي برضو هي برضو احصائيه ما نقدرش نقولها يعني ما يعني نقولها. يعني في المتوسط اللي ظهر معايا 430 مليون وما فيش حد خد يعني معنى كده لا يمكن بالمعيار ده
ان انا اضرب الرقم ده في 90 كمان لا يمكن. السوق ما فيهوش الكلام ده. السوق ما فيهوش الكلام ده. يعني القاعده دي غير صحيحه بالاي كان. بس حضرتك حكايه الدوره المستنديه دي لانها مهمة. انا هقول لحضرتك بتيجي حضرتك تظبط 430 مليون، فين الناس اللي اتظبطت؟ الشحنه لما بتيجي من بره بتخش المينا، ايه اللي بيحصل عليها؟ بيحصل ان بيجي واحد اسمه مسمن وكشاف يطلع في توكيل ملاحي جايب الكونتينر. هذا الكلام بيتقدم طلب للناس المختصه في المينا، يروح المسمن وكشاف يفتح الكونتينر، واخد بال حضرتك؟ فتح لا مع احترامي سلك مواعين بتاع مطبخ. ماشي خلاص اوكي. ما لقاش زي ما هو مثبت بيبقى فيها تلتين هترمادول. ان ما كانش عندك معلومه ممكن تخش البلد، واخد بال حضرتك؟ لانه ما بيفتحش علبه علبه، بتفاجئ انك بتيجي تشتغل واحده تمام، بتفاجئ انك تيجي تشتغل على المعلومه ان ما قدم من مستندات بشان هذه الحاويه هي صور فوتوغرافيه، صور فوتوغرافيه لاسماء شركات واصحابها اسماء وهميه. يقول لك الشركه بتاعه سين صاد اللي موجوده في شارع عباس العقاد، الضباط تنزل تدور على سين صاد وشارع عباس العقاد، مفيش شركه ومفيش كلام من ده، وتوقيعات متاخده كوبي من على التصوير ومحطوطه على ورق تاني باسماء ناس تانية. إيه ده؟ تمسك حضرتك القضيه يعني ممكن كنترات تدخل البلد واسماء المستورد عليها وهميه. يا فندم انا بقول لحضرتك كلام حقيقي، ده اللي بيحصل يعني. بقول لحضرتك ده اللي بيحصل في الشارع. طب انا هستاذن حضرتك عشان المعلومه دي صادمه جدا، هنطلع فاصل ونكمل لان دي كارثيه، يعني ان الكونترنرات او الطرود بتيجي مش عارفين مين اللي جايبها مين اللي بيستلمها عشان لما يكون فيها مخدرات او ترامادول نمسكه. بعد الفاصل نكمل.